نشرة الأخبار من تلفزيون حضرموت، مشاهدينا أهلا بكم وإلى أبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعرب عن تفهمه للاحتجاجات المطلبية بعدن ويعد بحلول عاجلة. النائب البحسني يعزي في وفاة العميد الركن عوض الجوهي رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. تسجيل فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بساحل حضرموت. وإلى تفاصيل مشاهدينا. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد آل علامي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن، معبرا عن تفهمه لأسبابها ومبرراتها. ووعد فخامة الرئيس في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أنه وزملاؤه في مجلس القيادة الرئاسي سيبذلون كل جهد لاتخاذ كل ما يمكن عمله، وبذل المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من أشقائنا للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات. وطالب المواطنين بمنح مجلس القيادة المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، مؤكدا أن المجلس سيلزم الحكومة القيام بواجباتها بطريقة مختلفة عما كان في السابق ليكون الوزير فيها موظفا في خدمة الشعب. رفع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد الركن عوض سالمين الجوهي رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي وافته المنية إثر مرض عضال ألم به. وأشاد النائب البحسني بمناقب الفقيد الجوهي خلال مشوار حياته العملي الحافل بالعطاء وخدمة الوطن، مثمنا ما قدمه من تضحيات خدمة للسلك العسكري، وفي مقدمتها دوره الفاعل في معركة تحرير ساحل حضرموت من قبضة التنظيمات الإرهابية وإدارته للمناصب العسكرية التي تقلدها بكفاءة واقتدار، مؤكدا أن حضرموت والوطن أجمع خسر برحيله أحد أبرز القيادات العسكرية التي خلفت أثرا ملموسا في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأبعث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي خالص العزاء والمواساة إلى أفراد أسرة الفقيد الكريمة وآلي الجوهي كافة وإلى زملائه في قيادة المنطقة العسكرية الثانية بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسروان، أنا لله وإنا إليه راجعون. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي أبناء محافظة شبوة إلى الالتفاف حول قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في شبوة والتآخي ورص الصفوف للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات الوطنية والأمن والاستقرار والسكينة العامة والتنمية وتفويت الفرصة على أعداء الاستقرار والطمأنينة في المحافظة. جاء ذلك خلال إجراء الدكتور العلامي اتصالا هاتفيا مع محافظ شبوة عوض العولقي ومدير أمن المحافظة العميد عوض الدحبول للاطلاع على تفاصيل الهجوم الإرهابي الجبان والغادر الذي شنته التنظيمات الإرهابية لاستهداف نقطة أمنية تابعة لقوات دفاع شبوة، وأدى إلى استشهاد 5 أفراد وإصابة آخرين بجروح. ووجه الدكتور العلامي الحكومة بتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة لتعزيز الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة راجيا الشفاء العاجل للجرحى الأبطال. ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام. وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للإسهام في حل الأزمة،
مؤكدا أن وقف الحرب وإحلال السلام يستدعي التركيز على حل جذور وأسباب الصراع لا فقط معالجة نتائجه. وتطرق بن مبارك إلى أن الهدنة الحالية وتحديدا رفع الحصار عن تعز تعد مؤشرا على مدى جدية ميليشيا الحوثي للقبول بتسوية سياسية، وأن عدم تحقيق تقدم في هذه القضية الإنسانية سيؤدي إلى عرقلة الجهود التي تبذل لإطلاق العملية السياسية، مشددا على أهمية إبقاء التركيز على قضية الأسرى وأن تكون ضمن أولويات جميع الفاعلين في الشأن اليمني. حذر وزير الأعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني من ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة التي ترتكبها عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لأهلهم وأقاربهم في المناطق الخاضعة لسيطرته، وآخرها قيام مجند حوثي محمود حسن من أبناء الحيمة بمحافظة صنعاء بقتل والده رميا بالرصاص واستخدام السلاح الأبيض الجنبية لفصل رأسه عن جسده. وأوضح معمر الإرياني أن تصاعد عمليات القتل للأقارب والتي تقف خلفها عناصر ميليشيا الحوثي العائدين من الجبهات وبشكل غير مسبوق مؤخرا نتيجة مباشرة لعمليات غسل العقول التي تنفذها لعناصرها ضمن ما يسمى المراكز الصيفية والدورات الثقافية وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وثقافة الموت والكراهية للآخر. وأشار الإرياني إلى أن هذه الجرائم المروعة تدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي الذي تمثله عمليات زرع الأفكار الإرهابية المتطرفة في عقول عشرات الآلاف من الأطفال على مستقبل اليمن والأجيال القادمة، وتحولهم إلى مصدر تهديد للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وقنبلة موقوتة تستهدف الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ناقش وزير الإدارة المحلية إحسان الأغبر بالعاصمة المؤقتة عدن مع ممثلي الشركاء المحليين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة لمشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر الشركاء المحليين وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لتأهيل قدرات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات المستهدفة. وأكد الوزير الأخباري في الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح والمساعد لقطاع الموارد عبد الغفار العيسائي أهمية دور الشركاء المحليين في تنفيذ المشاريع التنموية والاستفادة من المبالغ المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع والبرامج للسلطات المحلية كونها شريكا في التنمية المحلية والاقتصادية. وطلع الوزير الأغبري على تقارير الشركاء المحليين لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكد على استعداد الوزارة للتعاون التام والتنسيق المشترك لنجاح وإنجاز المهام والأعمال كافة المنوطة بإنجاز المشاريع والبرامج التي ينفذها الشركاء المحليون. استقبل وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن محمد شبيبة أول فوج من حجاج بلادنا يصل الأراضي المقدسة لموسم حج هذا العام. وأكد الوزير شبيبة حرص الوزارة على بذل كل الجهود لتقديم أوجه الرعاية والاهتمام كافة للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتا إلى أن وصول الحجاج تم بيسر وسهولة، مشيدا بالجهود التي يبذلها قطاع الحج والعمرة والعاملين في القطاع الخاص من أجل تيسير الحج أمام المواطنين. وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش بدوره أن عدد أول فوج بلغ 95 حاجا وصلوا جوا، فيما الفوج الثاني سيصل برا عبر منفذ الوديعة والذي يقدر ب 1533 حاجا. التقى رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس مدير البرنامج السعودي المهندس أحمد مدخلي بالعاصمة المؤقتة عدن، وناقش اللقاء تنسيق العمل في مشروع صيانة وتأهيل خط الصحة كربة الطريق البديل لهيجة العبد بمديرية المقاطرة بمحافظة لحج.
ويأتي المشروع بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن. نشر المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي ومعه نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدير الإدارة بالساحل العقيد عبد الله الأحمدي فعاليات وأنشطة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار وعيك إدراك وتجربتك هلاك. ويتضمن برنامج اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ورشة للجهات المختصة وحملة إلكترونية واسعة وملتقيات شبابية توعوية وفلاشات صوتية مسموعة ومقروءة وكذا بروشورات ومساقات توعوية في الأماكن العامة وورشة لمنظمات المجتمع المدني ورؤساء الأحياء والوحدات السكنية إلى جانب لقاءات للشباب ووسائل الإعلام وأعضاء اللجان المجتمعية. وتحتفل دول العالم سنويا في 26 من يونيو باليوم الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها. احنا اليوم في تدشين اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الإتجار والاستعمال الغير شرعي لهذا المادة. عندنا الآن انتشار غير عادي للمخدرات في وطننا الحبيب وبالذات في حضرموت لمادة الشوب بالذات، وهذا آفة خطيرة. على المجتمع كافة أن يتعاون معنا، يتعاون مع الأمن، يتعاون مع مكافحة المخدرات في هذا الأمر، بحيث أننا ننتشل وضعنا الاجتماعي إلى وضع أحسن من هذا الوضع. لا يخفى يا أخوان ما يمر به البلاد أو ما تمر به البلاد، مشكلة المخدرات اليوم هي المشكلة الأساسية، بل والله احتلت المرتبة الأولى من وجهة نظرنا ومن وجهة حتى نظر الدارسين. كل ورش العمل التي كانت تركز أو تسلط الضوء على المشكلات الحاضرة كانت المخدرات هي رقم واحد، ولعلنا ارتئينا هذا المنوال في إثارة هذه الفعاليات لنوبض هذه الروح، سواء كانت روح المبادرة في كل شخص أو إيقاظ الجهات المعنية كمسؤولين منظمات أي شيء يتصل أو له علاقة بالتوعية بخطر المخدرات. دشن المدير العام لمديرية غيلبة وزير سالم العطيشي مشروع تأهيل النساء المؤثرات في الأحياء السكنية بمديرية غيلبة وزير الذي تنفذه مؤسسة داود الجيلاني التنموية بشراكة مع منظمة البحث عن أرضية مشتركة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. ويهدف المشروع إلى تفعيل دور المرأة في القيادة المجتمعية وإشراكها في اللجان المجتمعية وإسهامها في التوعية وإدارة الأزمات، حيث أكد المدير سالم العطيشي استعداد السلطة المحلية بمديرية غيلبة وزير لتقديم التسهيلات لهذا المشروع. بالجانب الآخر، أوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية غيلبة وزير أحمد الجوهي أهمية هذا الدورة لتأهيل النساء ليقمن بمهامهن المنوطة تجاه المجتمع. والآن مشاهدينا إلى حالة الطقس.
وصلنا إلى نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكيرون بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعرب عن تفهمه للاحتجاجات المطلبية بعدن ويعد بحلول عاجلة. النائب البحساني يعزي في وفاة العميد الركن عوض الجوهي رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية. تدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بساحل حضرموت. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيوني حضرموت. ختام النشرة في أمان الله.